وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام. في كلينيكا صباح أحبتنا ومستمعينا ومشاهدين الأكارم، حنتكلموا على الزبيب. وزي ما كلنا نعرفه، هو عبارة عن عنب مجفف، وهو مصدر للحديد وعديد الفيتامينات، ويحتوي على فوائد ومنافع صحية عديدة، منها خفض خطر الإصابة بتسوس الأسنان، المساعدة في التحكم بسكر الدم، يساعد أيضا على الاسترخاء ويخلص الجسم من كافة مشاعر التوتر والقلق بفضل احتوائه على الفسفور والبوتاسيوم، يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المساهمة في الشعور بالشبع وضبط تناول السعرات الحرارية. كذلك يمكن لتناول الزبيب التحسين من حالات الإمساك والأداء الرياضي، ويعتبر تناول العنب والزبيب آمنا بشكل عام عندما يتم استهلاكه بالكميات الاعتيادية، لكن تناوله بكميات عالية يؤدي إلى الإسهال، كما يمكن أيضا أن يسبب في ظهور بعض الأعراض الجانبية المحتملة، واللي تشمل الاضطراب المعوي، سوء الهضم والغثيان والقي والكحة وجفاف الفم والتهاب الحلق والعدوى والصداع ومشاكل في العضلات. وهنا أحبتنا مشاهدينا ومستمعينا، ننصح الحامل والمرضى بعدم الإكثار من أكله، ويجب التوقف عن تناوله بكميات علاجية قبل مواعيد العمليات الجراحية بأسبوعين على الأقل، لأن يزيد من احتمالية النزيف أثناء وبعد العمليات. وديما نقولوا دمتم في صحة وعافية. وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام.